السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي. إن شاء الله النهاردة الفكرة هنعملها مع بعض إطار مراية. أنا عندي قطعة مراية ودي خشبة. المراية طبعا أنا مديها على ظهرها علشان التصوير وكده، لسه ما اتلزقتش، وقطعة الخشب جاهزة و هعمل عليها الصورتين دول. هشتغلهم، هلزق على الحرف، هو طبعا المكان مش باين قوي. هنلزق المراية وبعدين على الجنبين منها الصورتين بتوعي. هبقى اوسع الكادر عشان يوضح الصورة، وبعدين بس بشرح الاول و نسخة تانية من الصور. يعني أنا عندي النسخة الأساسية بتاعتي، هلزقها جنب المراية، وبعدين النسخة التانية فرغتها بالشكل ده، تمام، متفرغة. هعمل فيها ايه؟ عندي فرخ من الفوم، ده فوم، هلزق الورق المتفرغ على الفوم وأقص على شكل الورقة بالظبط، بحيث ان انا هقوي الفرخ، هقوي الورقة بيها، وفي نفس الوقت تديني ارتفاع هحطه على الشكل الاصلي، يبقى مجسم بالفوم من غير ما اكون مفصصة الشكل، مجرد بس يديني ارتفاع، يديني ارتفاع على الشكل الاصلي. وبعدين الزخرفة اللي موجودة دي ممكن امشي عليها بالريليف، دي الجزء التحت السفلي بتاع المراية. انا عندي الخشبة اكبر من مقاس المراية، احاول كده انزلها شوية، طبعا صعب شوية، معلش. كده في عندي الجزء الفوقاني، ده الجزء الفوقاني اللي هو ظهر لنا ده على الشاشة، مع الجناب الزيادة بتاعتي في الجنبين، داير زي حرف يو او قوس حوالين المراية. ده هشتغله ازاي؟ هجيب ورق جرنان عادي خالص، هكرمش الورق كده، وبعدين طبعا زي ما علمتكم قبل كده، ان بعد ما اتكرمش هفرد، هضيف غيرة واحط والزق بشكل الورق مكرمش بالشكل ده، وبعدين هربطه مع الورد اللي تحت، هدخلهم مع بعض. دي الفكرة العامة للعمل بتاعي. وطبعا واحنا شغالين مع بعض هيبان الفكرة، بس طبعا انا الاطار اكبر من مساحة الشاشة بتاعتي، فعشان كده حبيت ان انا اشرح الاول وبعدين هشتغل وأوريكو الشغل اللي اتنفذ بعد ما خلص. يبقى عملنا هلزق المراية بس في الآخر طبعا عشان أشتغل الأول على الخشب، ودولت هلزقهم في الجناب من تحت، ممكن أبينها كده، هيبقى بالشكل ده، ودي بالفوم عليها، وبالخطوات ان شاء الله مع بعض هيبان لنا الشغل. انتظروني بعد ما الزق الورق وقوي الفوم، هوريكم الخطوة اللي بعد كده. هنا لزقت، بعد ما لزقت الجزئين دول الورق وإطار اللي فوق
بالجرايد. ده الشكل. انا مدارية طبعا المراية زي ما قلتلكو. اهي تقريبا كده مدارية. دلوقتي هعمل ايه؟ اضفت الفوم، لزقت الورقة على الفوم، هبتدي هقصها. هقصها على الرسمة نفسها بتاعتي. كده. بحيث ان انا كل الفوم الباين هشيله. على قد الصورة بس. تمام? دوت اللي انا هنفذه الخطوة التالية. وبعد ما افصص اقص الفوم من الورق، هلزقها طبقة على هلزقها بعد ما خلصت القص بتاعي. بالشكل ده. وبعدين في نقطة كمان هقولك عليها. انا بعد ما هقص هيبقى باين حرف ده الابيض. طبعا انا مش عايزاه يبان. هدهن عليه بني. بالشكل ده. عشان اداري الحرف الابيض ما يبقاش باين، يبقى ماشي مع البني اللي هدهنه على الشغل كله. تمام? هو ده اللي هعمله دلوقتي. كده بعد ما لزقت ولونت ودوت الطبقة التانية عملتها بالفوم وقصتها ودهنت الحرف بتاعها بني. دي هلزقها هنا، لزقت واحدة، دي هلزقها بالغيرة يدوبك بس تديني ارتفاع عن الارضية. وطبعا المراية هتتلزق بس لما اخلص خالص الشغل. وهبتدي اعمل هدهب الشغل. دوت الذهب اللي انا شغالة بيه. ذهبي مائي من عند الموان. هاخد على الفرشة مسحة خفيفة. وابتدي همسح على العالي بتاعي. بالشكل ده. ده زي ما قلنا ورق جرايد مكربش. بعد ما نشف لزقته وكرمشته ونشف دهنته طبقة غرق مع اللون البني اللي انا حطيته فوق. عشان يديله صلابة. زي ما وريتكم كده العادي بس اللي انا بدهبه. نشف لدرجة ان هو كأنه زي الخشب. بعد ما بياخد طبقة الغرة وبينشف بيبقى جامد. كده.
خلاص. يعني حابين نزود ممكن نزود على العالي عشان طبعا الجزء ده انا عملته مكرمش قوي بزيادة، والجنبين عملتهم بشكل طول. كده تمام. ودي هنلزقها بالغيره، غير الاوكي العادي بتاعنا. هدهن الضهر وممكن ادهن الورده نفسها. ليه غيرها؟ علشان انا مش عايزاها عالية قوي، انا عايزاها تبقى لازقة في الارضية بس بارتفاع الفوم. كده خلاص. هاجي اعمل ايه بعد كده؟ هشتغل بالرليف على الرسمة بتاعتي، ابرزها بالشكل ده. هتنطق لي اللون البني الغامق، وهتبين لي الزخرفة الموجودة على الورق. شكل ده. وممكن برضو اعمل كده. على الورق البني بحيث ان انا يعني ايه ابقى ماشياه مع اللون اللي موجود على البني فوق. بس طبعا بعيد عن الرليف وقبل ما ادهن الرليف علشان ما اجيش عليه ويبوظ لي الشغل. يعني الفكرة بسيطة قوي، و يعني ما خدتش وقت ولا مجهود ولا خامات، بسيطة قوي على قد بساطتها، بس ان شاء الله في النهاية تبقى شكل حلو. ده تقريبا الشكل قبل النهائي للعمل. انا كل شويه كده بزود الذهبي، بحس ان انا عايزه ازود. طبعا لو كنت لزقت المرايه ما كنتش هعرف اشتغل.
الفرشه جت على الرليف وهو لسه طري. امسحه حوالي. عشان كده بقى قلت ان احنا لو هنستعمل الرليف كان المفروض ان انا اعمل ده كده. همسحه تاني بقى عشان اشتغل عليه من جديد. بس يبقى الشكل باظ مني علشان الفرشة جت عليه وهو لسه طري. هبتدي بقى اشتغل تاني واعمل الجنبين كله، وبعد ما اخلص ده هلزق المراية. وطبعا المراية بتتلزق بالسيليكون او بالغراء، بده او بده، بس هو العادي السيليكون. بس انا عشان لزقها على خشب ممكن هلزق بالغراء. الغراء مع الخشب بيبقى قوي. نخلص ونشوف مع بعض النتيجة النهائية ان شاء الله. وممكن برضو الورد بتاعي ابرزه بالرليف، اضيف له البذور اللي جوه. ده ودي لما تلزق نشتغل عليها. كده الشكل النهائي للمراية بعد ما خلصتها ولزقتها واضفت حاجة. هوريكم دلوقتي اضفت ايه. بمسدس الشمع عندي لقيت الكردون ده مناسب للون الورق ولون الحاجة الشغل اللي فيها. لزقت داير المراية و خارج الإطار. يعني لسه الجزء ده والجزء ده بس اللي ناقص، ويبقى كده خلصنا المراية. بالشمع لزقت الإطار كله، وبكده أكون خلصت. أنا هخلصها بعدين. بكده أكون خلصت العمل كله والمراية. كده ننزل تحت شوية كده. يا رب اكون وفقت في الشرح وفي العمل. هحاول ان انا اعلقها، لو قدرت اعلقها اوريها لكم متعلقة، ما قدرتش معلش اعذروني. وبكده اكون خلصت الفكرة بتاعت النهاردة والمراية، واتمنى تكون عجبتكم. والى اللقاء في عمل جديد ان شاء الله. حاولت ابينها وهي واقفة والمراية بعد ما اتلزقت وخلصت خالص. بس طبعا معلقتهاش، حطيتها على الكرسي عشان برضو تبان بشكل اوضح. ده الشكل النهائي بعد ما خلصت وتتعلق ان شاء الله. بس طبعا لسه معلقتهاش، لما اشوف مكان ليها مناسب اعلقها. ده الشكل النهائي ليها، وهقرب شوية بقى علشان يظهر الورد بعد ما عملت الريليف بالشكل ده. وطبعا الناحية التانية زيه بالظبط الزغرفة. وادي الورق الجرايد بعد ما اتدهن واتذهب. كده
الشكل النهائي للعمل. أتمنى يعجبكم، وإلى اللقاء في عمل جديد وفكرة جديدة. شكرا وإلى اللقاء.